بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في طاعة أولي الأمر. فصل في ذكر ما ورد من التشديد في الظلم. وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأنا أبو عمرو ابن نجيد السلمي، أنبأنا أبو مسلم، أخبرنا أبو عاصم فذكره بإسناده، غير أنه قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. اقرأ هذا شرحناه. نعم، ما بعده. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ودعوة المظلوم، فإنما يسأل الله حقه، وإن الله لا يمنع ذا حق حقه. هذا الحديث إن كان ضعيف فمعناه صحيح. علي بن أبي طالب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك ودعوة المظلوم. إياك أداة تحذيرا، يعني اشتبه واجتنب وابتعد عن دعوة المظلوم. دعوة المظلوم هي نتيجة ما وقع عليه من الظلم، فلما قال دعوة المظلوم اجتنبها، الأصل فيه أنك لا تسعى ولا تتسبب في إيجاد هذه الدعوة، أي المعنى لا تظلم، لأنك إن ظلمت فإن المظلوم يدعو، فإذا دعا فإن الله يستجيب له. ولذا قال: إياك ودعوة المظلوم. وإلا الأصل فيه أن إياك والظلم. فلما نهى عن اقتراب الظلم، أراد صلى الله عليه وسلم أن يقول: فإن المظلوم مقهور مكسور القلب، يدعو الله عن رفع هذه الظلامة ومعاقبة من أحدث هذا فيه. فقال: اجتنب هذه الدعوة. ثم بين عظم هذه الدعوة وأنها ممحقة للظالم. قال: فإنما هذا المظلوم يدعو الله حقه. حق مسلوب. الحق المسلوب ليس بالضرورة أن يكون مالاً، قد يكون عرض. العرض يا عبد الله ليس كما يفهمه العوام ما يخص الرجل من نساء وبنات وأخوات. لا، العرض أعم من ذلك. كل ما يمس المرء في ذاته وبدنه وثيابه وماله فإنه عرض. لو قال: هذا المال أخذ من سحت
هذا الرجل بنى هذا البناء، إنما هو جمع مال من رشوة. هذا كذلك ترى من عرض الرجل، فإذا قال فلان ثوبه دنس أو قال رائحته قبيحة، هذا من عرض الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الحق، الحق أعم من أن يكون مال، قد يكون عرضاً وغير ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يسأل حقه، يا ربي فلان شهر بي يعني أعلن أن فلان فيه كذا، شهر يعني جعله مشهورا. والشهرة قد تكون في القبيح وقد تكون في الطيب. فيقول هذا المظلوم يسأل الله حقه، يعني يسأل الله أن ينتصر له ممن سلب هذا الحق منه. هذا تعليل للنهي عن الاقتراب من دعوة المظلوم. وإن الله لا يمنع ذا حق حقه. في خطبته المشهورة صلى الله عليه وسلم في منى قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. الله أعطى الناس حقوقها، فمن أراد سلبها فإن المسلوب مظلوم. وإن الله عز وجل لا ينتصر من الظالم للمظلوم. فالإنسان يجتني يا عبد الله من أن يؤذي أحدا، لا جار ولا غيره، ولا كافر ولا مسلم، إلا إذا كان حربيا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الشرع أجاز لك أنك تضيق عليه ولا تعامله، أما غير ذلك فلا ينبغي يا عبد الله. فإنه صلى الله عليه وسلم حذر من دعوة المظلوم أي مظلوم كان، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. اقرأ يا عبد الله. وأخبرنا جعفر قال سمعت مالك بن دينار يقول قرأت في بعض الكتب ما من مظلوم دعا بقلب محترق إلا لم ينتهد دعوته حتى تصعد بين إلا لم تنتهي دعوته تنتهي نعم. إلا لم تنتهي دعوته حتى تصعد بين يدي الله عز وجل، فتنزل العقوبة على من ظلمه أو استطاع أن يأخذ له ولم يأخذ له. قال قرأ مالك بن دينار أحد الصالحين من تابع التابعين يقول قرأت في بعض الكتب، بعض الكتب يعني الكتب السماوية، لأن غير الكتب من الحكم هذه ما يؤخذ بها يعني. فيقول في هذه الكتب السماوية، هذا من الآثار المعلقة، قد تكون إسرائيلية وقد تكون غيرها. هذه يأتي بها البيهقي بعد أن يورد الصحيح من الكتاب والسنة، ثم يأتي بأقوال الصحابة، ثم يأتي بأقوال التابعين. هذا القول صحيح، مر في أحاديث، مرت أحاديث صحيحة بهذا المعنى. اسمعوا ما يقول، يقول قرأت في بعض الكتب ما من مظلوم، ما نافية ومظلوم نكرة، النكرة إذا جاءت بعد النفي أفادت العموم. إذا قلت ما من أحد يجلس في هذا المجلس إلا ونرجو أن الله ينزل بركته عليه، ما من أحد يعني ما من أحد، قصير طويل، رجل امرأة، أيا كان، فاسق عاصي طائع، يعني أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل يحصل له ذلك. لما قال ما من مظلوم نكر في سياق النفي أفادت العموم، هذا العموم أي من جنس الإنسان مسلم ولا كافر. قال ما من مظلوم، كلمة من تأتي لتأكيد النفي، وإلا الأصل ما مظلوم ما أحد، فإذا أردت التأكيد تقول ما من أحد يعني تأكيد النفي.
لأن إذا قلت ما أحد في الدار غير قولك ما من أحد في الدار، لأن إذا قلت ما أحد في الدار يفهم منها أنها أنك غفلت العبد وغفلت الطفل وما أردت، لكن إذا قلت من دل على أن كل من يصلح عليه، لفظة أحد ما هو موجود في الدار، فمن تفيد الاستغراق وتأتي بالتأكيد وتنفي الاحتمالات. عرفتم هذا؟ قال ما من مظلوم دعا بقلب محترق، هكذا روايته ما قالها في الكتب، لأن المظلوم مقهور، المظلوم من وقع عليه الظلم ويعجز عن الانتصار، ما يستطيع يأخذ حقه، فهذا مظلوم. قال ما من مظلوم قلبه محترق دعا بقلب محترق، القلب المحترق يعني المقهور، القلب المكسور الذي يعني أصابته نوع من ذلة، وهذا يظهر في العينين كما يظهر في ملامح الوجه، وقد يكون حتى في الشفتين، وقد تعرف ذلك من منطق الكلام، غير الرجل الآمن المطمئن الذي لم يحصل شيء من أذى يلحقه لم يتكلم معه، غير الذي يتكلم وهو مقهور، هذا يشاهده الناس، هذا لما يدعو يتجه بكليته وقلبه إلى الله عز وجل، لأن غير المقهول تأتي حاجة في النفس، يا رب وسع لي في كذا، اعطني كذا، امنع عني كذا، لكن إذا كان مقهور انصرف قلبه إلى الله مباشرة، كل الدواعي التي تجذبه ما تأتي. الرجل قد يدعو ثم هناك شاغل يشغله فيكون الدعاء غير خالص، ما هو صافي، أي القصد غير صحيح، لأن الإنسان لابد أن يوحد المقصود، المطلوب يكون واحد وهو الشيء الذي تسعى إليه، وأن يكون المراد به الله عز وجل لا غيره، فإخلاص وصدق. فإذا ذهب يسأل حاجته ثم جاءت عوارض أخرى أنستك بعض هذه الحاجات، فهذا القلب غافل، بخلاف الذي لا يخلص الدعوة، بخلاف الذي أخلص القصد ووجهه. فقال من قلب محترق، الأصل فيه أنه قلب اتجه إلى الله عز وجل لم يشغله شاغل. هذا الوصف يا عبد الله لأجل أن يحذرك أن المظلوم دعوته مستجابة، وأن الله عز وجل يستجيب له دعاءه، ولا ندري كيف يهنأ الظالم وقد ظلم فلان وفلان، ينام قرير العين وما يدري أن هذا الرجل له دعوات تصعد إلى السماء ما بينها حجاب، كيف يهنأ هذا وذاك الكلام الصادر عن انكسار قلب يتوجه إلى الله عز وجل، هذا ما يخشى العواقب. ولذا تجد في الغالب أن دعوات هؤلاء حين ينتصر الله لهم، تجد ذاك الظالم حصلت له أمور يعجز الإنسان عن تحملها، قد يكون الله عز وجل يعلم حاجة الإنسان وأشد حاجاته إليه فيسلبها عنه، أو يذهب بها، أو يصيبه ببأس يعجز عن دفعه، نسأل الله العافية والسلامة. ويقول هنا ما من مظلوم دعا بقلب محترق إلا لم تنتهي دعوته، يعني الدعوة لم يفرغ العبد منها إلا وقد صعدت إلى السماء، حتى تصعد بين يدي الله عز وجل، لأن بعض الدعوات
تذهب إلى السماء دون السماء ترجع إليه، إما لأنه معتد في دعائه يسأل أن الله يقيم القيامة قبل وقته، ويسأل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ويسأل أن يكون كذا لأقوام الله عز وجل حكم عليهم بالذل والقهر. فهذا المعتدي في دعائه أو الغافل يدعو وهو غفلان عما يقول، هذه ما تصعد، وإن صعدت فهي دون السماء تعود إليها. لكن هذا المظلوم دعوته خاصة، وهو ذهب إلى الله عز وجل بدعائه لينتصف له، ويقول هنا أنها ليس بينها وبين الله حجاب حتى تصعد إلى السماء فتقف بين يدي الله عز وجل تناشده. هذا من باب الإخافة والزجر، ليس من باب التهويل يا عبد الله. ولذا ما جاء في كتاب الله فهو أصدق الكلام، لأنه حق. كل إنسان يقول، الحكماء والأطباء وغيرهم من المختصين في علوم الدنيا يقولون قولاً ويحكمون بقول، لكن هذا القول نتيجة فكر الإنسان، أغلبها لا يصح، سيما إذا كانت مخالفة للكتاب والسنة فإنها باطلة. أما قول الله فهو حق، لأنه يعلم بواطن الأمور وظواهرها، وليس هناك من راد لحكمه، ولا يقف بينه وبين ما أراد أحد. وإذا قال قولاً يعلم ربنا سبحانه أنها تذهب حيث شاءت وأرادت، أما هذا يقول هذا الفلان المختص بشأن الأرض، أقيموا هذا العمود في هذا المكان، واعطوه من المواد كذا وكذا، واجعل هذا نظرته. لكن يخفى عليه أمور أخرى تعيق هذا النظر الذي رآه، فلا يصح ولا يحق. ويقول الآخر لو فعلت كذا وكذا النتيجة حتمية، هو غلطان، ما تكون النتيجة حتمية، هذه في الأمور المباحة، فما بالك إذا كانت أمور تخالف كتاب الله عز وجل. أكثر الناس يتعاطون البيوع ولا يعرفون ما أحل الله وما حرمه، ويقولون هذا المشروع وهذا العقد وهذا النوع من الصفقات، هم نظروها نظرة اقتصادية ونظرة ربحية، لكن لا يعرفون أن الحق خلاف ذلك، وأن التجارة ينبغي لها أن تكون مكشوفة واضحة، وأن أسسها لابد أن تكون موافقة لكتاب الله، وأن القائمين لا يكون مقصودهم مجرد الربح، لابد من نفع الناس ولابد فيها من تعب. كل هذه يغفل عنها، ثم يعمل لك المشروع ويضمن لك نجاحه. كيف تضمن نجاحه يا عبد الله وأنت تعرف أن هذا قول العباد؟ لكن الله عز وجل ذكر في كتابه أن من سعى يطلب وجه الله عز وجل لا يخيب الله سعيه، فإن رأيت تاجر أخفق في تجارته أو فلان سعى ولم ينجح، فاعلم أن الخلل من قبله، لو أطاع الله في ذلك ما حصل. وإذا رأيت مسلمين انكسروا فاعلم أن الآفة من قبلهم، وإذا رأيت آخرين ظلموا فاعلم أن المصيبة حلت بهم من جهتهم، لا أن الله أخلف وعده. الله حق ولا يقول إلا حق، وهو صادق الوعد. فيقول هذا أنه قرأ في بعض الكتب: ما من مظلوم دعا بقلب محترق إلا لم تنتهي دعوته حتى تصعد بين يدي الله عز وجل. إيش معنى عز وجل؟ هذا ثناء الله عز وجل، ولذا ينبغي لكل من ذكر الله أن يثني عليه. لو قلت الذكر المجرد هو ثناء، لو قلت الله يقول كذا
أي المعبود بحق الذي نلجأ إليه، لكن من تمام الأبد من تمام الأدب أن تقول الله سبحانه، أي منزه عن النقائص وله صفات الكمال، الله تبارك وتعالى، الله عز وجل. عز بمعنى أنه اتصف بالعزة، فلا يمنع قوله وإرادته أحد، لا بد أن ينفذ الكلمة لأنه غير لا يستطيع. كل عظيم في هذه الدنيا لو قال سأفعل أو سيكون لا يدري، قد لا يكون ولا يفعل، هناك موانع تمنعه من ذلك. أما الله فهو عزيز ولا يغالب، إذا حكم بشيء حكم به، ولا بد أن يقع وعده الحق، قوله الحق ووعده الصدق. وجل أي له جلال هيبة لا يرام، لا يستطيع أحد إلا ويهابه ويخشى سطوته سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول حتى تصعد بين يدي الله عز وجل فتنزل العقوبة على من ظلم أو استطاع. هذه الكلمة فيها إشكال، الإشكال في التركيب ما هو الإشكال في المعنى، أو أن هذا المظلوم استطاع أن ينتصر ولم ينتصر، فما يسمى مظلوم. لو جاء سارق وأنت حارس لمتاع وتعلم أنك أقوى منه إما بدنياً أو بسلاح، لم تخفه ولم تمنعه، ما تقول كذا. أو رجل تزوج امرأة شرسة اللسان قبيحة الكلام صاحبة أذى ولم يطلقها، ثم يدعو الله ما يقبل الله دعوته، ما الذي ألجأك إلى مثل هذا؟ وهذا معنى الكلام، لكن أتى به بتعبير فيه غموض. أو استطاع أن يأخذ ولم يأخذ له، أو استطاع أن يأخذ حقه ولم يأخذ، والله أعلم بالمراد. اقرأ ما بعده يا أخي، اسكت لا تتعلمنا، الله يبارك فيك، اقرأ يا أخي. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم، يملي يعني يتأنى ويمهل، ما يأخذه في المرة الأولى. عدم الأخذ في المرة الأولى من باب فتح أصلها من الرحمة وفتح باب القبول، لعله يرجع، لعله يتوب، لعله يندم، هذا يمهله. فإذا تمادى ثانية وثالثة فإن الله يمهله، لا لأجل الرحمة السابقة، إنما لأجل أن تكثر الذنوب. فإذا أخذه أخذه بجميع هذا أنواع الظلم، لأن الله عز وجل من عدله من عمل سيئة لا يجزى إلا بمثلها، بخلاف الصدقات والحسنات يضاعفها الله عز وجل أضعافا كثيرة. أما السيئة فلا يزيد عن مقدار تلك العقوبة. قال: إن الله ليملي للظالم، يمهله ويستأني به، الأولى من باب الرحمة وفتح باب الرجاء لعله يندم أو يرجع أو يتوب. فإذا عاد ثانية وثالثة فإن الإمهال والاستئناس ليس من ذاك الباب الأول، إنما هو لتراكم أنواع الظلم
فإذا أخذه سبحانه أخذه بجميع تلك الأنواع، فتكون العقوبة وخيمة شديدة. وهذا الحديث في صحيح البخاري، أي أنه من أصح ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. لم يفلته بمعنى لم ينفلت منه، لأن المأسور والمأخوذ من أي أنواع الحيوان لابد أن يعمل حركة شديدة لأجل أن يتخلص. قد ينجح هذا بفعله في بني آدم بعضهم لبعض، قد ينجح المرء في عمله أو الحيوان قد ينجح في هذه الحركات لأجل أن يتملص ويفلت، أما في حق الله عز وجل وقبضته قال: إذا أخذه لم يفلته، إما بمعنى أنه لم ينفلت أو بمعنى أنه لو أراد الخلاص بحيله ومكره وقوته أو بأعوان لم يستطع الخلاص. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: فكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذه جاءت في سورة هود بعد أن ذكر الله عز وجل قصة نوح ومكثه في قومه 50 سنة، يعني فترة طويلة، وهم ظلمة شديد الكفر والعناد، أغرق الله من على وجه الأرض جميعا. وهكذا شأن عاد وهود وصالح ولوط وقوم إبراهيم. ثم ذكر الله عز وجل هنا الآية: وكذلك، أي وهكذا شأننا وسنتنا في حق الظلمة أنه إذا أخذه أخذه أخذة شديدة فدمره ودمر عليه ما كان يعمله في السابق وما كان هو حال في ذاك المقام. اقرأ ما بعده. وعن رجل من بني سليم قال: يا عبد الله، وعد الله حق، أصدق الكلام كلام الله عز وجل، يعني لا يتخلف أبدا. ابن آدم يتكلم ويقول لكن قد لا يتم، إما لمعوقات أو أنه يعجز عن إتمام ما يقول، لكن ما يقول الله حق. وما أخبر به من سعادة أو شقاوة ومن عذاب وغيره، فإن الله عز وجل يوفي بما وعد، أما العبد المخلوق ما يستطيع الجزم بإيفاء عهده ولا وعده. فإذا أخبر الله عز وجل أنه سيحصل كذا، ما في معوقات يا عبد الله ولا في موانع، لا بد أن يحدث ما أمر الله به أو وعده. فإذا جاءك شيء عن كتاب الله عز وجل في من هذا الوعيد، لا ينبغي أن يأتي الشيطان فيلقي الشك في القلب فيتردد هل يحصل أو ما يحصل. لا يا عبد الله، اعلم أن وعد الله حق وأنه لا يخلف الميعاد. اقرأ يا عبد الله. وعن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نظر إلى أخيه نظرة تخيفه أخافه الله يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلامة. الحديث إن ضعفه فهو معناه صحيح: من نظر إلى أخيه نظرة تخيفه. العين
إذا ذهب بصرها إلى عين الآخر، الآخر يدرك ما في هذا العين من شر وخير. حتى الحيوانات تعرف بعضها من بعض في النظر، فقد يدركون هذا في نظر الإنسان، من جرب وشاهد يعرف. فإذا نظر رجل أو امرأة إلى آخر نظرة تخيفه، لأن النظرات منها هادئة، ومنها يصحبها ابتسامة، ومنها فيها انكسار. هذا رجل قائم يقول مطل فيه هكذا يتابعه، وذاك ذاهب في طريقه فيعمل حركة، يعني انظر إلي. فإذا نظر إليه رأى الشر في عينيه. ما أدركتم هذه؟ في عداوات الدنيا كثير ما يفعلوها، وفي عداوات الدين كثير ما يفعلوها. إيش عداوات الدين؟ مر بين قوم ليسوا على مذهبك ودينك من هؤلاء الروافض، انظر كيف يحدقون إليك. واسعى بين منافقين وأنت على سمت آخر ليسوا على مذهبك ودينك، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. يزلقونك يعني يطيحوك، يسقطوك. النظر يسقط، النظر يسقط يا عبد الله. والقلوب، قلوب المؤمنين إذا شاهدت صاحب إجرام يؤذي المسلمين نظروا إليه في وقت واحد فإن القلوب تلعنه، لا بد أن يسقط. إن لم يسقط في ذاك المجلس أسقط في غيره. قال إياك وأن تلعنك قلوب المؤمنين. فإذا نظر إليه نظرة احتقار غير نظرة الإخافة. نظرة هذا يفهمها الإنسان، لأن العين، عين المرء في النظر أمر عجيب ولها عدة معاني يدركها من عامل الناس وتفطن. قد تتكلم يسخر، قد لا تدرك ذلك من العينين، لكن تدرك ذلك من فحوى الكلام وإشارته وغير ذلك. ويقول هنا صلى الله عليه وسلم: من نظر إلى أخيه نظرة تخيفه. إخافته ما الذي يترتب عليها؟ إما أنه لا يعود من هذا الطريق فيشق عليه، أو إذا رآك يتحاشى، أو إذا علم أنك سيما ضعاف النفوس، ضعاف النفوس، أو ما عندهم معرفة بقدرة الله، أو ليس لهم اتكال على الله. لأن من قال توكلت على الله، تعرفون معناها؟ أي أني تقويت واستندت إلى ذي عزة وجبروت، فأنا أفوض أمري إليه، فيكون ذا قوة. ما عنده هذا المعنى. فإذا علم أن فلان وهو يظن أنه القوي احتاط، احتياطه يكلفه، ثم هذا يشغل خاطره، إذا صلى وسوس، وإذا أكل الطعام لحقه شيء من التعب، وإذا ذهب إلى فراشه سيما الذين لهم الغلبة، كفيل أو وصي أو ولي أمر أو ما إلى ذلك، يعرف أن هذا سيأخذ حقه أو يتلف بعض حقوقه أو ينكرها. وأحياناً يكون كما أخبرناكم نظرة إخافة لأنه يخالفك في الطريق، لك منهج وله منهج. هذه ليست لها علاج، لكن المؤمن الواثق بالله عز وجل المستقيم له حساد، كما أن المنافق يغضب من حركاته ويود أن يذهب به بمعنى أنه يهلكه، كذلك أصحاب الطرق المضلة ما يرغبون هذا ويودون إهلاكه. فهناك المستقيم له حساد وله بغضاء، وأحياناً ليس له ذلك، لكن الشيطان إذا عجز عن هذا المستقيم إخراجه عن الصراط بعث إليه من هؤلاء من
من وكلائه من يأتي لتنغيص هذا، فيكون نظر إخافة. ولذا من أراد الله عزه ونصرته ما تؤثر فيه هذه النظرات، وإلا أخبر الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه تمالأ عليه بالنظر، وهذا النظر يكاد يزلق أحدهم لو كان مكان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عارفاً بالله أحد رسله، ما بال بذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم: من نظر نظرة إلى أخيه المسلم تخيفه، يخبرني بعض الثقات، يعني من أثق به، يقول: أذهب فأصطف في الصلاة، يعني مع المصلين، ثم بعد عند نهاية انقضاء الصلاة يسلم الإمام، يعني إذانا بالانصراف. قال: فألتفت وأقول: السلام عليكم. وإذا وجه آخر يسارع في السلام لأجل أن يلقى وجهه وجهي، يعني عشان يضع النظر في النظر. أنا أقول، يقول: أنا قلت السلام عليكم. وإذا الآخر ترصد فجلس قريبا مني لأجل أن يبين لي أنا خلفك وراك، ما راح أتركك. قال: فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: هذا إذا كان في الصلاة، فما بالك إذا كان في الممشى والجلوس وأماكن الاجتماع القهري. إيش اجتماع قهري؟ في جلوس تدعو فيها الناس يأتون على اختيارهم، يأتي الحاسد والبغيض والمنافق، يعلم من أول سلوكك فيحاول أن يكون مواجه لك أو قريب منك. فإذا كان في الصلاة أمر عجيب. قال: حتى العبادات يأتي، قال: أنا أقول السلام عليكم، يعني أبطأت فيها، ثم التفت إلى الثانية، وإذا الوجه الآخر الآن يبتدئ بالسلام، لأنه لاهي قلبه ما مع الله في الصلاة، ينتظر متى يفعل ذلك، يقوم فالتفت إليه. يقول: هذه الحركات أكثر من رأيتها من أناس ينتسبون إلى الطرق، نسأل الله العافية والسلامة. يقول صلى الله عليه وسلم: من نظر إلى أخيه، مو مع أخوة الأشقة، لا، مو يعني شقيقك ولا من أبيك أو أمك، إلى أخيه المسلم. كلمة مسلم أي استسلم لله. فالنظر إلى أخيه المسلم لا لأجل دنيا تنافس فيه، ولا لأنه مسلوب الحق، لأن أكثر من يفعل هذا يعجز عن الانتصار باللسان أو اليد، لأن ذاك يعرف كيف ينتصر لنفسه ويأخذ حقه، أو أن الناس لا يجيزون له، فيهاب هذه المواقف فيلجأ إلى مثل هذه الحركات. فيقول صلى الله عليه وسلم: من نظر إلى أخيه أخوة الإسلام، دل على أن غالب الدافع له إنما هو الاستقامة والإسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: أخافه الله يوم القيامة. إذا جاءت الزواجر بيوم القيامة اعلم أن الأمر كبير يا عبد الله، وإذا جاءت العقوبات خصصت أو قيدت بيوم القيامة لا تفهم أنه في الدنيا ناج ما يحصل له، لا يا عبد الله، يحصل له أن الله يسلط عليه بمثل فعله من يأتيه فيقهره. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد أن ابن أخت القوم منهم إذا تزوج غير هاشمي بهاشمية، هل تحرم الزكاة على أولادها منها أو أولاده منها تبعا لأمهم؟ الأولاد
يلحقون بالأب في أفضل الخصال، فإن كانت المرأة كافرة والأب مسلم يحكم بإسلامه على فرض أنه لو مات أو ماتت، وإذا كان الأب يعني إذا كان الأب ذا جاه ومكانة يقدر هذا الولد في النفقات بمثل مقدار أبيه وأمه، فإذا كان هو من ذوي النسب الشريف الذين أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز في حقهم الصدقات، لأن الزكاة تطهير للناس من الآثام فهي أوساخ الناس، وهؤلاء حقوقهم في بيت المال. إيش معنى بيت المال يا عبد الله؟ بيت المال في الأول لأن الجهاد قائم ولا بد للأمة من غزو كل سنة، لكن لما ضعف الإسلام وسيعود إن شاء الله كان حقهم من الخمس يعطون منه، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، يأتي لهؤلاء. ثم لم يكن هذا موجود فيكون بيت المال، بيت المال يكون رجل عنده زكاة وفاضت الزكاة، رجل مات وترك تركة عظيمة ولم يلكم له ورثة، ورجل ذهب ولم يعلم ومرت السنون فحكموا عليه بموته، وجد كنز ووجد دفين في الأرض ووجد مال ضائع ومال مفقود، هذه مصيرها إلى بيت المال في حقوق المسلمين. فالحق العام مقدم كالطرق والكباري والمنشآت والدفاعات، فإذا وجد هؤلاء فيعطون من بيت مال المسلمين، الفقير والذي عجز عن الزواج وهو مستقيم. مو كل الناس يا عبد الله، لا تقول كما يقول أهل الكفر يساوون، لا، حتى عمر رضي الله عنه كان يفضل الناس في الأعطيات، ليس المهاجرين كبقية الناس، وليس من جاهد كمن لم يجاهد، أما رجل خليع وكذا ورجل آخر مستقيم تقوم تساوي بينهم، الله عز وجل فرق بينهم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، حتى في الحياة يختلفون. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.